مشرع صافي يصفو من جاه محد حجمات مرجوه ومن العيوب المولى نجاه ما عينه في الناس ينجوه سمع عمر سالم زين وشاع عنه سمعوا زين ولباع سمعوا قط لا تركوا ضاع ما عينه في الناس يحمجوه عواد معواد 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 الدين يا سعيد ماشي انا كشوم الصوت جاني حشر لقايدة جاني حشر قايدة يا مولانا رد العين لا نزلنا يا حبابي والسنة ان لاهين مش مع جن مش تحد هجين فخلاق ومزال رن القصة تحت اللين اذا من بتيتك ما فت وشيت ما 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 فت وشيت ما 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 فت وشيت أحو قروني جنني مالا قروني جنني مالا شيخ صارق الحيد جلي حمارك حليلي إلي رمانك حليلي بتي حمارك حليلي بتي مشيت وقنيت من نبتيت قراني وليت مشيت وقنيت من نبتيت قراني وليت حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك حرية عن مولانا إذا من بتيتك ما فت وشيت ما 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 فت وشيت ما 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 فت وشيت أحو قروني جنني مالا قروني جنني مالا شيخ صارق الحيد جلي حمارك حليلي إلي رمانك حليلي جنني تقولي Bye.
قطعا عني للشور قبال. ينهو اني وانا نهوى أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم معنا في حلقة خاصة بعيد الأضحى المبارك. بعد التعريف بالموسيقى الموريتانية وبعد النجاحات الكبرى التي حققتها الفنانة نورة بنت سيمالي تطل عليكم يوم عيد الأضحى الثاني من العاصمة الاقتصادية واليبو في أكبر سهرة فنية. في قاعة لكازا الواقعة قرب مطار واليبو. تذاكر الحفلة ب2000 أوقية فقط. متوفرة عند دار الشباب ولكاز، لا تنسوا. ثاني أيام عيد الأضحى في واليبو مع نورة بن سيمالي.
مشاهدينا الكرام، أنتم على موعد يوم 15 من الشهر الجاري مع جديد ألبومات الفنان المتألق حسن والمحمد والمداح بعنوان أنا والريم، صحبة العازف الكبير مبكة والمداح في فندق حليمة 7 مساء. لا تفوتوا الفرصة. ضيف الشرف في هذه الأمسية الفنان الشاب رشيدي والمداح. سعر التذكرة 5000 أوقية. للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. استضفنا لكم في هذا الجانب الأدبي الأديب الكبير والإعلامي المتميز عبد الرحمن واللبات. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك. ومعنا أيضا في الجانب الفني الفنانة المتميزة سريرة الأسرتين الفنيتين العريقتين أسرة أهلا أحمد زيدان وأسرة أهل الشواخية الفنانة صاحبة النقمة الذهبية ماما بنت أحمد زيدان. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك وسهلا. معنا العازف الشاب صاحب الأصابع الذهبية على آلة الأورج أحمد والكبيد والأحمد زيدان. مرحبا بك وسهلا. معنا أيضا العازف الكبير على آلة الجيتار أحمد والسيدي والدندني. أهلا بك. فأهلا بكم مشاهدينا الكرام اللي تابعونا طيلة برنامج سهرة الوطنية. أرانا هادين لكم كلمات وأنقام هذه الحلقة وراجعين عنها تنال إعجابكم. مرحبا بك ماما، أنا نورتي هذه الحلقة. ونبيك. شو مثل لك العيد اللي نحن نبارك فيه عيد الأضحى المبارك؟ مثل فيه ياسر تبارك الله. أولا بعد قاع صيلة الرحم نعدل فيه ونعدل فيه كيما عدت معاك انت تبارك حلقات وذاك الشيء. ما شاء الله. وراني باسمي مسلم على جمهوري بصفة عامة وهادي لهم الحلقة وراجع إن شاء الله عنهم تعود هموناهم وتعود زينة عندهم. وراني مسلم عليكم حتى نبيكم. ايوا دارك له تقولي لنا شيف سينيكا. الله يولي بك. رب راش تنكراش ووراش رب تزايد رب تزايد وانت تعرف عني عني عطاش وانا نعرف عنك ما حلو انت تعرف عني عطاش وانا نعرف عنك ما حلو تعرف عني عطش وانا نعرف عنك 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 معروف انت تعرف عني عطش وانا نعرف عنك معروف نعرف عنك معلوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله يا الكتي فساني ما يقدر يحصل ولا يقدر قاعد ينقل وعندكم شور يا الله شور اشتاء
تفضلي. يا دنيدان اللام يكود ما ريناه يبان مثل الجاع يكود يا يكود مثل الجاع يكود ما ريناه ما هو لا يعود به اللي ما كان قاعد قافل قال واللي بواتهم واللي هبل انت
تستاهلوا ماما اللي قال لي. مرحبا بك كل بواتا معانا. مرحبا بك سهلا. نورت هذه الحلقة. الله يسلمك. الله يسلمك. والبوات بما ان احنا نرحب في عيد الاضحى المبارك معروف عنه عيد الاضحية الاولى اختاروا نعرفوا والبوات شي خلد هذا عيد يخلدوا باش عادة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا شاكرك اولا وشاكر قناة الوطنية على هذا الاهتمام. حتى انا شاكر تاكت باسم قناة الوطنية. شكرا شكرا ومرحب الفنانة الكبيرة هذه ماما متستحمل لها وليد و تعرفوا زياد انت وتنزلوا ما شاء الله وهذا ملي مستحمل لها وليد وذوك اللي اخبط جيتار راه والك ولد ندني وصار عريقة في الفن ما شاء الله ومعروف بخصوص العيد هذه شعيرة من شعير هذا الدين المقدس والاحتفاء بها والاحتفال بها والتباهي في مظاهر الفرح فيها مطلوب والأضحية سنة عند المسلمين اللي قادر عليها على كل حال احنا عبد الرحمن ما هونش لازم العموم ولا ذاك اللي قادي عدل العيد كان مالي كي قلت لك هذه الفنانة رمز كبير من رموز البلد قال استحمل لها وليد واحد من اللي من عيان ودباه واحد من رمز كبير من رموزه و والله نحكي لك هون رسل قال مرسل استحمل لها وليد ما عرفه كان قاع الاجدار انهم يحكاوا في حال كري قالين ما خلط عليه ليه رغموهم على سيني بعد الحكومة لك احمد قال رسلت زعيم اولاد وديت حفل الضيم الدواية وقطعت معاه عناد الزي وكان مقطوع في الوداية رسلت زعيم اولاد وديت حفل الضيم الدواية وقطعت معاه عناد الزي وكان مقطوع في الوداية رسلت الدرغام الهزبر لارجو بسخاه تخبر باش عن نظراه تكبر شاد العهد اللولاية وبلف من العرب معبر كان ظل الدم شلاية ورسلت زعيم ولاد وديت حفل الضيم الدواية وقطعت معاه عناد الزي وكان مقطوع في الهداية رسلت رجل صهدت يولي لارج وزادت اللي قولي ما حتجت يجيه بهولي قارن خبيطي وغناية وعادتي ما يلحق حولي ما رسلها لي هدايا ورسلت زعيم ولاد وديت حفل الضيم الدواية وقطعت معاه عناد الزي وكان مقطوع في الهداية ست رجل صهدت يرزق لا رجو كيف صباح الرزق لا تغيظه له هو رزق الطماميع الهو هاي ومنع الحلة في الويت زقو يوم تشت لحثاي إلى آخر يوم أرسل وحدات لين يفترها بعد في هذا إن شاء الله وعلى الصايم والدلة شكرا بارك الله دولة ما خلقت خلقت شمس شمس ولا قمر ولا نجوم ولا نجوم ولا روح ولا قلم ولا نجوم ولا روح روح نجوم ولا قلم ولا نجوم ولا روح ولا قلم ولا نجوم ولا روح ولا ولا روح ولا روح ولا قدم ولا نجوم ولا روح ولا قدم لا إله إلا الله لا إله لا 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 إله إلا الله الله يا الله
كرمة شحوت باش بالطاق يا ظهر ايواني كرمة شحوت باش بالطاق يا ظهر ايواني كرمة شحوت باش بالطاق وطو بالطاق باش بالطاق يا ظهر باش بالطاق وطو بالطاق باش بالطاق يا ظهر باش بالطاق نهار يا نهار وباش بالطاق وطاق وباش بالطاق يا نهار حد جو النهار حد جود نعات هاك النايلة ويك النايلة هاك النايلة نايلة نايلة كنايلة نايلة نايلة كنايلة نايلة 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 كنايلة ويك النايلة لا يتخمم بالفات الكاين بو تخمم بالفات الكايب والكايب وقدايا يا بحر الوسيط يا بحر احمد خوك يا بحر الوسيط يا بحر واحمد عنكم ما طاح بي اللي قاع الهر احمد عنكم طاح ما طاح احمد عن 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 عنكم احمد عنكم ما طاح ما طاح احمد عنكم ما طاح بيه 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 بي قاع الهر قاع الهر أحمد عكم مطاح مطاح بيدي كعمر بيهلي كعبها بيهلي كالله حيوان ذن ما سحوت بس بطايبها يا 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 زين ما شاء الله تقاف مدد قال على
ما هو معقول تبارك الله تنوى تنوى صمخ زيد الاثنين احمد والدندني واحمد والاحمد زيد استحقوه ما شاء الله. ذاك الايام بر مشهور فاقد قول لنا بيت الحق الرحمن بما ان احنا ضرب فاقو نختارك تحكي لنا هون تهيدينا اللي عادت عندك والله تهيدينا لقينا شوي تهيدينا صعيب تحكي لنا هون شي فاقوته لين بعد نقول لمام البيت لك حل زي اي والله ولهو كل بيتك حل ولهو كل بيت مولي فاقو لكن مرقت منك دارك ماما غفرتك تبه لا الحق انا ما نجاول قاعد صابرك ما خليها قالت ما هو كل بيت ما هو كل بيتك حل لا هو كل بيت فاقو قطعا عنه فاقو الليله فاقو الحقيقي ويا حد الشدرين صار عمره بين شيء ما جاء طبعا عنه فاقو الحقيقي هي فاقو فاقو بارها فيه زين وبار مهمه اللي فيه زين ما شاء فاقو خليني نقول لك وجعل المشاهدين اخبر الله اخبر انت ما شاء الله فاقو بنفالكو بمطالعو بمقاضو هي جابتهم صراعه هي كامل مصيبته وحد ما خاض معلوك ما شاء الله وطلع معلم طالع وقال معلم قال يعود ما جاء فاق هي فطان متفرقين عليها مدرستين اي ما شاء الله وصلتين معروفات لاحمد زيدان ورشوه بارك الله فيها على كل ان شاء الله عليها الله خلي احمد خليك حل خليك لا نحكي لك هون
الله طلع اللي تحكي ما شاء الله متقون وزين. عبد الرحمن المبارك هو اليمين، واحد من ادباء هذا البلد كبار، وقايل هم اللي الرمز من رموز هذا البلد، قالوا الامير احمد صالح بن الحبيب طلع مشهورات والله رد ماما رد يا لودي 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 ها مشرع صافي يصفو من جاه محال الحجمات مرجوه من العيوب المول نجاه ما عينه في الناس ينجوه مشرع صافي يصفو من جاه محال الحجمات مرجوه من العيوب المول نجاه ما عينه في الناس ينجوه سمع عمر سالم زين وشاع عنه سمعوا زين ولباع سمعوا قط لا تركوا ضاع ما عينه في الناس يحمجوه لاقي للناس بوسع الباع واسل الناس بباش يجوه ولقى الوجوه وهو قاع والخيام لاقي الوجوه وجوه يجوه ثلث انواع يجوه بكلام يحجوه مشرع صافي يصفو من جاه محال الحجمات يمرجوه من العيوب المول نجاه ما عينه في الناس ينجوه سمع عمر سالم زين وشاع عنه سمعوا زين ولباع سمعوا قط ولا تركوا ضاع ما عينه في الناس يحمجوه لاقي للناس بوسع الباع واسر الناس بباش يجوه ولقى الوجوه هو قاع والخيام لاقي الوجوه ناصرتك الله يجوه يجوه ثلث انواع يجوه بكلام يحجوه وجوه للج الطماع وجوه بالوجوه وجوه قسم الوجوه بالتقسام كله جعد الهيلها وجوه اللي حجوا بكلام ولا وبحجه ما حجوه وجوه اللي جو الهرام جاوا فوق اللي يترجوا والوجوه اللي بجوا بفا وندافع بيهم ما هجوه جاوا بجوه كمام كمام ومنين يبجوه يجرجوه وجوه عزام من التخمام الساد الوجوه اللي جوه ما فيهم بكر وبالرحتان يجرجوا قلبه ويغوجوه لهم ذيك هذا من عاون لطف الله يخرجوه مشرع صافي يسوى من جاه محال الحجمات يمرجوه العلم ولا نجاه معينه في الناس اللي لا الله الرزق ما شاء الله ماما ما شاء الله بيزي وماما وماما أنا نسوي لك سابقة ماما من الفنانة اللي ماما تحس عنها الفنانة اللي تنهوى الماما زين عندها صوت وتختار تعود تعرف مني ماما أنت أحمد زيدا هو جاوب عني ماما ينهوى لها راسها أنا لا تسوني السؤال بيدي ما خالق ما خالق فنان ما ينهوني ولا خالق فنانة ما سنهوني حتى كامل وقاع زين صوت كاملي يا قير شنو نقولك تنهوني خالتي نعمة متشوخ مصابلك معنك واحد دقيقة تنهون مريتك وتنهوني عمتي الخير أمت أحمد زيدان الله إلا فنانة عظيمة زادي تنهوني حتى فنانة عظيمة يرحمها إن شاء الله يرحمنا إذا صرنا بذرها إن شاء الله حسة زين أمونك حد يفهمن هو رايا عندها جمهور مدية يفهم الخضير بتاع احمد زيد الله ما عرفت يا شاب صغير ما 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 فايتني ذاك رانك انا حتى كامل زين حسوا ما فايت لا قروا مني فيك ذاك اي والله راك يا شاب انه شفت تحرى تحر الخضيرة كانت من لخبط التيكوات الموريتاني اللي قال واردي والله معروفه قاع اصلا حس زين الخضيرة قاعده تحت احمد زيد والله مش شعره قاع والله معروفه قاع ارحمها اي والله راك لي تقول لنا شفت تحرى تبيض فاق يا نكسر يا لي عدل فيك راني ماني قاير منك يا نكسر هار ياو يا نكسر يا لي عدل فيك
لك يا راني ماني قايل منك مقنا خي يا ايما يا خي ايما يا خي يا ايما كانت فيك عادت رايت بشي عنك منا خي ما يا خي يا ايما عادت 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 لي تمشي عني عادت 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 لي تمشي عني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 تفرقها ده ما قد نقر ما شاء الله.
عبد الرحمن. عبد الرحمن، شنو هما الصفات اللي يتميز بهم المقنع؟ وفي وجهة نظرك انت؟ لا توحديني في راسي بعد. ماني نوحدك في راسي. بدي اقول وجهة نظرك انت. انا وليد شامل. اها هذا اللي شامل، ماني بعد معاك احد. المغني عنده ياس من الصفات يارتو تحل بي، ولك وقع كيف اصحاب الامتياز كاملة بدلا عندها، عنده اخلاقيات وعنده ادبيات تحل بيها تميزها عن الناس تقرا وتصحرم واللي عنها عندها هي امتياز. سوى قاع امتيازها شنو؟ والله عارف شنو الناس مغليه علي مولانا، نبغيه البغي اللي مفلوش عليه، كنت على بغي وعاس وبلباس مشي كنت نجي عند قاع ولا فيه دناس، بغي وحد محامرني فيه من البغي اللي ما ينقاس على بقي الناس الخاطيه، ولا ينقاس بشي ما ينقاس، يعرف قاع الفيد والاخبار عن بغيل وما على باس، ما تحرق به جل النار ولا تكر به العرض الناس. هذا الشيخ المكيين حد قاع اسمع طلع ولا ولا عرف من الشيخ والله اللي حد يعرف عن الشيخ وراي لك تفرور في جلس بعد تبارك عنه. احنا مبروك لنا تبارك حسن. مبروك لنا بعض زيدنا ما شاء الله. هذا زين قلت دخل التاف ودارت وتان والسبخة ولوع وكان وبدوق ودقدق ونجكان والشير والمقالق مني بعدو قلب الريان وسهل قليد المثني والزرقة والعات وران وتنوقيد وتنوقني بعدو مني ويبان بعيد عادي قليد ولا هني ذاك اللي داير كنت فليد غير الهم اليوم اشطني والسقر عني يقلي دعنا زاد السقر يعني دخل التاف ودارت وتان. هذا قال ابراهيم العوينين والله يعني خلينا ما كافي هذا ما كافينا احنا منا شبروك نختار من الليله لا تحكي لا علمي لك عم بني من لهوك ما هو مخلي غير لا تمي قال لي في الفتنه فول صحبتنا شيف قاع ما فات ظهر لي قاع ولا فتنه فوتنا مصطحبين من الدهر اللي راه في بلد الفتنه لا مكنت توشي متقايع نصطحبوا هي حرفتنا ولا مكنت متقايع الفتنه مع محجتنا بعد. زين ما شاء الله هذا من قايله لا هذا من انتاجك انت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا قد سمعت فيك سمعت فيه قولين واحد منهم الراجل قال له محمد الحمني راجل الحريم وتلميذ من قد تنرق ذيك وسمعت قول اخر وعلى كل حال طلعه بعد زينه قديمه ومدينه ما شاء الله. ارجع انتاجي ما اكبر من قدمها ولا عقلك مرحله احنا الليله صاير لنا شي من انتاجك انت دارك انت تحكي لنا شي من انتاجك. وقفت انا وانت الاثنين قلتي لي شي فيه قلتي لي وعدي بيك الا عند منين قلتي لي ذاك اللي قلتي لي ولاني فاقد الشعاق بلا كونني يسبت الهلاك حاش اللي عني كنت معاك وني كنت تصنتيلي سولتك عن شقاع بهاك حاش اللي تيتي تفتيلي وفتيتيلي وهرك فتواك انا ما كان مواتيلي وكيف اللي مستني حشاك سهوة وانقطع واتيلي ودركتي فما قلقلاك عني وقبتي بنتيلي وقفت انا وانتي الاثنين قلتيلي شفيه قلتيلي وعد بيك لا عند مين قلتيلي ذاك قلتيلي والله اللي اللي قلت ما قد نقال ما شاء الله اشتعلك ما شاء الله عليك انتاجك زين من مكانك لا عسك لا قرفي من فوق الخلطة ماما شنو هو أزين خبر قد سمعتيه في ذا الشهر زين عندك انت شباب نعرفه تبارك الله يعرفوا حتى كامل كيف يمدي يعني عود يعرفوا زين عندي خبر سمعته مونك عندي من شوي وصارني وحد مدي يعرفني أنا يعرف عنه مونك عندي وصارني براءة الولي
ودي الوارد ودي الخريفة. والله إلا وخيرت يا قعزين عبنا كامل إلا لدو لدو اللي يصى من هوني ده هك جدي وفيه هون واكشو بيت حربات على حاته يا لدو والله اللي ما خارج شي أمونك عندي ملاك المشهد لا قرفية ويا زين عندي وصل الصحة والله وصارني الصحة. يدي إن شاء الله لا عاقبني معاه نرقاه من قريب والصحة والفرف مبروك. اي والله كلا تقولي لنا شبرك حا والله تحدو أن تجد ما تعذبه غيري أتجد من تعذب غيري وأنا لما جدت كسي وكره وانا دم وانا دم 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 وانا دم وانا دم 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 اجت واك رحيم وانا دم اجت واك رحيم أجي سواك 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 رحمة رحيم الله 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 والله اللسك اللي حال بصيفته وعندك فوان شو بساني قروات أنا بي وحشت بي الصموش ذي أنا توحش واجو بيكي الناس بعترين قوذ الشر تنواي بعون الله إلا مرحبا بي فنان عظيم وكبير إن شاء الله يا مو يا اللي يا إيرا ديرك يا بقارك ومنا يا بقارك قولي ايش زادو ومنين بقالي قولي ايش زادو قولي زادك قولي ايش زادو ومنين بقالي قولي ايش زادو شابو ما زايل انا كنت نعارك ذلي متعين حاج الله تبارك ذلي متعين تعين من 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 عين متعين ذلي متعين حاج الله تبارك ذلي متعين حق الله الله تبارك اللي بتعيان حق الله تبارك هادك من طه
طارق من 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 يا من يا من من يا من يا يا من طارق من طارق من طارق طارق من طارق من طارق من طارق من طارق يا أمي يا الليلة 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 ويا الليلة يا الليلة يا أمي يا الليلة قولي لك يا بقال وام ليل بقالك قولي يا شزالك ومن أين بقالك قولي شزال قوة وليش شزالك قولي يا شزال قوة وليش شزالك قولي يا شزال قولي شزالك قولي يا شزالك اللي زين ما شاء الله هو عبد الرحمن اللي تقول انه هو شيء صغير تحكي انه هو شيء صغير لا نحكي لك عند العين لا نزلنا يا احبابي والسنه ان لاهن مشوا مع جن مشيت حد هجين فخلاق ومزاد رن لقسى تحت اللين ولا لا تبعد منه انت الشيخ لين تعرف انت الشيخ عنا انت الوفد خليني قلت لك يا باشا في الوقت باب زياراتك مقطعات كيف قعدت من عداهم فصوان ومسواك زاد ما وكيف مسوية هي فصوان 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 هي فصوان مسواك زاد ما كنت سوية ويا ويا هي فصوان وهي صوان مسواك زاد يا زاد يا زاد يا زاد يا زاد يا زاد ما هو كيف ما هو كيف اسمها سوريا وبصمان ومسحور هيك زاد يا زاد ما هو كيف تنسحها مجايا إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا صدق لها وحد 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 افاني افاني
غير لا يعطيني عنوان وبنواني غير أبا يعطيني عنوان وبنواني وحد 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 حد وحد 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 حد حد يدو مرحوس علي هرقاط فين فاني 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 ماما كفاني القيوم ذاك الحد الراني كفاني يا القيوم ذاك الحد الراني بكم بكم ولا قعدني من يوم على ذاك كفاني لا قعدني من يوم من يوم ورا ذاك كفاني لا قعدني من يوم لا قعدني من يوم على ذاك كفاني لا قعدني من يوم ورا ذاك كفاني لا قعدني من يوم ورا ذاك كفاني ورا ذاك كفاني ورا ذاك كفاني نصرتك لها هذاك القيف شنو عبد الرحمن البلاني يقولوا شي مكفي وشي مقعد تعرفي شي كفى قدح كفو قدح وقعد كفاني القيوم ذاك الحد الراني ولا قطرين اليوم ولا 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 قط ولا قعد اليوم على ذاك كفاني مثلا لامست كفي على ذاك اللي كفاني ايوا ماما لا تقولي نظرك شفت بتيت ماما لا تقولي انه هو شفت حال بتيت بيدي الوقت ما تري اسمح لي أكحل ما 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 ما
وقروني جنني مالها قروني جنني مالها شيخ صارق عيد جلي حمارك حليلي بتي إلى حمارك حليلي بتي حمارك حليلي بتي مشيت وقنيت بدبتي بدبتي قراني وليت مشيت وقنيت بدبتي بدبتي قراني وليت. في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نشكر باسمي وباسمكم ضيوف اللي حضروا معايا فيها في هذه الحلقة الفنانة العظيمة ماما منتل كبيد والأحمد زيدان شكرا والعازف الشاب أحمد والكبيد والأحمد زيدان شكرا قنوات الوطنية والعازف على آلة الجيتار أحمد والسيدي والدندني شكرا والأديب الكبير عبد الرحمن واللبات شكرا شكرا جزيلا شكرا مرحبا. والشكر أيضا موصولكم مشاهدينا الكرام إلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل. دمتم في أمان الله. عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. في أمان الله.